طبعا بيبقى شيء صعب طبعا خروج البطولة يعني علينا ولا على اللعيبة، لكن هي دي كرة القدم. لكن على الجانب الآخر برضه عاوز أتكلم إن على موضوع التحكيم، يعني موضوع التحكيم بقى مبالغ فيه جدا جدا جدا، وساعات بيبقى فيه أخطاء زي ما بنشوف ساعات. ساعات بيبقى فيه أخطاء طبعا مؤثرة في نتائج المباريات زي النهارده يعني. وطبعا احنا بنسأل نفسنا يعني ايه الهدف في الفترة الأخيرة من الموضوع التحكيم ده، اللي هنلاقي طبعا مبررات هتطلع ويقولوا مبررات، لكن مش هو ده السبب برضه الرئيسي. لكن أثر النهارده طبعا على نتيجة المباراة ضربة الجزاء اللي هي في الشوط الأولاني الغريبة دي، وللأسف طبعا يعني احنا بنقول في حكام ورا المرمى وحكام، لكن للأسف مفيش تطور في حاجة وزي ما احنا شايفين يعني. ولازم الموضوع ده نتكلم عليه، لأن الموضوع ده بقى مبالغ فيه جدا جدا جدا، وأعتقد حتى يعني مش كويس للكورة ومش كويس لحاجات كتيرة جدا. وأعتقد حتى منظومة التحكيم يعني بكل المجهودات اللي بيعملها اتحاد الكورة هي بتضيع حاجات كتير لاتحاد الكورة الفترة الأخيرة اللي احنا شايفينها. لكن أنا بقول طبعا بيبقى وارد في كرة القدم يعني، يعني شفنا برضو النهاردة مفيش توفيق خالص، وده بيبقى وارد في كرة القدم لفترة كده، ودي بتتكرر يمكن في فترة 4 أيام ورا بعض إن مفيش توفيق، وارد في كرة القدم. لكن اللي احنا لازم نفكر بإيجابية طبعا، وإن شاء الله بعد بكرة عندنا تمرين، بكرة إجازة وبعد بكرة عندنا تمرين، وبيحضر نفسنا مباراة الترجي والمرحلة المهمة جدا اللي احنا لازم نفكر فيها بكل جدية وبكل تماسك، لأنها مرحلة مهمة جدا، ومباراتين هم دول المتبقيين في الموسم السنة دي مهمين جدا بالنسبة لنا، ده اللي احنا هنفكر فيها. اتفضل كابتن. لا، ما مش الدفاع الهجومي هو يعني، بقول لك طبعا هو الاهداف بتيجي من اخطاء، والهدف طبعا جاء من خطا برضو، الهدف اللي جاء فينا يعني عدم التمركز الجيد. لكن اعتقد برضو مش عشان انصافا للعيبه هو في عدم توفيق، لان شفنا طوال فتره المباراه سيطره الفريق الاهلي طبعا على المباراه، والشوط الثاني كنا يعني ضاغطين بشكل متواصل، لكن مفيش توفيق. وفي نفس الوقت طبعا يعني نجح فريق الاسيوطي في التمركز والتعامل في الشوط الثاني، ان هو يتعامل مع الدفاع الهجومي بتاعنا بشكل فيه توفيق. اتفضل. لا، صلاح برضه النهارده ادى بشكل كويس، وجات له فرصتين يعني، فرصه طبعا التحكيم حرمه منها، والفرصه الثانيه يعني برضه ما كان فيها عدم توفيق، لكن ادى بشكل كويس يعني. لا، ما فيش حاجه اسمها خزلتك يعني، خلي بالك اللعيبه دي والنقص العددي اللي انت بتواجهه دفاعيا يعني، انت لما لعيب بيغيب في خط الدفاع يعني. حته النقص العددي ده احنا بقالنا فتره طبعا عندنا يعني سوء توفيق في حته النقص العددي والاصابات اللي موجوده، لكن حته ان في لعيب خذلني لا يعني خالص، بالعكس يعني كل اللعيبه بتاخد في الوقت المناسب، وفي نفس الوقت في لعيبه بتظهر في اوقات بشكل كويس، واكيد بيحصل تباين في بعض الاوقات التانية، بتبقى اللعيبه يعني ادائها مش زي الفتره اللي جادت فيها، وده وارد في كره القدم. لكن اعتقد بكل اللي انتم بتشوفوه ما فيش لعيب بيأثر، اللعيبه بتبذل اقصى حاجه عندها، لكن في فترات هي كره القدم كده بيبقى في عدم توفيق زي المباراتين الاخرتين دول. اتفضل كابتن. لا، كل مباراة وليها طبعا ظروفها، ولا مطمن للعيبة، لكن انتوا برضو ما بتخدوش في حاجات في كرة القدم، وللأسف يعني برضو اعتقدنا ان هو ده طبيعي، خروج أجاي مصاب النهاردة ووليد أزارو من قبلها، ايه الأسباب في الكلام ده؟ انتوا ما بتاخدوش في الحاجات دي؟ ارجو ان انتوا تاخدوا. لا، انا ما باخدش فيها، انتوا بتاخدوا فيها بس. مش موقف
يعني برضه عشان ما يبقاش كل تفكيركم واسئلتكم رد فعل المباراه او رد فعل الاداء، لازم تناقشوا في قضايا لازم تتناقش، يعني في قضايا لازم تتناقش. انا ما بناقشهاش، انا بقول لكم بس فخلينا في المباراه بقى. انا بقول لكم في حاجات كتير، في حاجات زي حاجات كتير ما بتتناقش، حاجات كتير. التمرين انت بتحضر التمرين، تمرين الحمل عامل ازاي؟ ده احنا اجازه وبعدين استعاده شفاء بسيط جدا وبعدين تمرين خفيف ونخش المباراه. ايه الاسباب يا كابتن؟ انتوا بتخوضوا فيها بس الاسباب، يعني ارجو ان انت ماشي ماشي تمام. شكرا شكرا.